حكمت المحكمة حضوريا. وبإجماع آراء أعضائها للمتهمين محمد بديع عبد المجيد محمد سالم، السيد محمود عزة إبراهيم إبراهيم، محمد محمد إبراهيم البلتالي، عمرو محمد زكي محمد، أسامة ياسين عبد الوهاب محمد، صفوة حمود حجازي رمضان، حمدي محمد مرشي حسن شمعة، حمدي محمد مرسي حسن شمعة، ياسر عبد التواب أحمد محمد، داود خيرت سليمان أبو شنب، حمادة البدري محمد مهدي، أحمد حسن رزق داود، جمال كمال محمود جاد، عامل هدية توفيق حسن، هاني فتحي عبد الباسط سيد، أحمد عبد الله حسن عبد الله، حسام عصام أمين محمد صابر، حسين عبد الراضي محمد آدم، مصطفى عبد التواب عبد المعطي رضوان، محمود سيد أحمد محمد سيد أحمد، هاني كمال محمود جاد، سيد لمعي توفيق درويش، ناجي مهدي مجلوب صبرا، عوض صبرا مجلوب صبرا، أحمد عبد المنعم محمود، وائل علي البيومي محروس محمد، شادي طارق محمد سيد فرج، أحمد محمد عباس محمد سليم، إبراهيم طه حسن إبراهيم، فرج المصطفى جاد عبد الناصر، محمد ديضان مالعي ديضان، أحمد محمد أحمد محمود، عاطف محمود كمال محمد، حسين شعبان حسين محمد، فهد طالب فايز جمعة سويلة، فارس سيد ياسر عباس محمد، عبد الرحمن محمد محسن أحمد الحفناوي، وغيابيا للباقين. أولا، وبإجماع آراء أعضائها، بمعاقبة كل من محمد بديع عبد المجيد محمد سامي، السيد محمود عزة إبراهيم إبراهيم، محمد محمد إبراهيم البلتالي، عمرو محمد زكي محمد، أسامة ياسين عبد الوهاب محمد، صفوة حمود حجازي رمضان، عاصم عبد المالك محمد ماضي، محمد عبد المقصود محمد عفيفي، بالإعدام عما أسند إليه.